واحد واحد ها واسب الرئيس مالتهم هم مات عليه. عمل الرجال انا كاوي. شيتكم دخل؟ منهم فاش كاوي؟ هو فاش منهم؟ أربعة؟ منهم؟ مو كاظم. هذا كاظم وين هذا؟ كاظمكم هذا مو كاظمنا. السلام عليكم اخواني، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب الكل بخير. طبعا الموضوع صار لي يومين نداوي، واحنا تعرفون ايش جديد نحكي عليه، بس ننتقده بصوره عفويه، صوره ما سببنا مشاكل وما سوينا، واللي خصم او الشخص اللي ننتقده راح يتقبل هذا الكلام. فاحنا باعوا العراق، يعني هوايه بعالم تكفر، هوايه بعالم تسب، هوايه هوايه هوايه، يعني هوايه تكفر باهل البيت، برب العالمين، بالحجة المنتظر عجل الله فرجه، يعني كل مكان جاء تجاوز، عافوا التجاوز وقام يضربون الأم والأب والأخوان، ويعني يشيل أمه مربيته ويذبحها بدار العجزة، يضرب أبوه، يعني هواية 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 شباب. وجدتك شغلة التحول، شغلة الشباب متحولين إلى بنات، وجدتك شغلة البنات متحولة إلى ولد، وهكذا العراق ترى كل شيء بيه. العراق مو خالي، بس هذا الانسان بالبث المباشر سلط الاضواء على روحه، وبيوم يعني عظيم، يوم استشهاد الامام موسى الكاظم، ويعني والامه محترقه، وهاي وهذا يمه بناته ويغلط ويكفر هاي. فيا حبيبي يا عمري يا قلب، هي الشجاعه مو التكفير. والانسان العصبي اوكي، احنا دائما نقول عصبي يطلع من عنده شيء لا اخلاقي، بس انت من تطلع مثلا تتجاوز على صديقك، تسب صديقك، هذا يقولي بس انت مو تتجاوز على المقدسات، على رب العالمين، يعني نقول على قائدهم، يعني انت يعني فكلامها ثقيل كلام، يعني انت الدول العربيه هذا المقطع مالتك هسه منطش بالعراق وبالعالم، راح يستنقذون العراق، ترى يستنقذون اكثر شيء الشيعه، نقول هذا شيعي وبالنجف اوكي، ويتجاوز يعني هذا المكان عنده محترمه. عمي والله العظيم، والله العالم حازتنا على العراق. اول شيء عراق ناس طيبين، حبابين، مثقفين، عندنا ناس محترمه، عشائر محترمه، ناس مع الكلام، يعني جمال العراق حلو، الرجل العراقيه حلوه، ما عليكم بعض الخرابيط من ذول الزغار وشي. بس يا حبيبي يا عمري يا قلبي يا حبيبي، انت مو بث مباشر قدام العالم وتسبه البيت، ترى احنا كنا عبيد اوكي، يعني بامكان رب العالمين يسلبك روحك، يسلبك، يخلي بيك مرض لا له علاج ولا له يعني طبيب يعالجك، هاي شغله ثانيه. ثاني شيء الامام موسى الكاظم سلام الله عليه، باب الحوائج، باب المراد، يعني 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 ما انا قدامي بهاي عيني، الله شاهد علي، الله شاهد، طب واحد مقرم، الله شاهد، الله يزحف من باب المراد للشباك، والله العظيم وسيد محمد الصافي كان موجود، والله هاي قدام عيني، قام الولد يمشي، الله شاهد علي، الله شاهد علي، الله شاهد علي، قام يمشي كض الشباك وقام يمشي، طب مقرم وحق، هو باب الحوائج. فيا حبيبي الانتقاص من اهل البيت والتجاوز على البيت هذا شيء غلط، هذا شيء احنا ما نرضى به يا حبيبي. اتمنى صارت لك عبره، وصارت عبره لكل واحد يحاول يتقص من هالبيت ويتجاوز، الله شاهد عليه، الله شاهد عليه، سير عصبي على اصدقائك، تجاوز اصدقائك، بس اهل البيت ورب العالمين يعني هو اللي خالقك، وذوله يعني انبياء مرسلين، او ذوله يعني امه معصومين، يعني انت لا تجاوزون يا حبيبي، والله العظيم الشغلات والله دا يجاوزون بسيدة زينب، والله دا يجاوزون بالامام الحجه، اتمنى هاي الظاهرة تروح، وأتمنى من دولتنا العزيزة إذا صوتي وصلهم يسوون ضوابط على هذا، ونزلون قوانين أي إنسان يتجاوز على رب العالمين، أو شلون الدول السعودية وما غير السعودية، تروح أنت أغلط مثلا، أغلط هسه، لا تغلط على رب العالمين، أغلط على المرجع مالتهم، تضيع تضيع يا حبيبي يا قلب. أنت بلد حرية، ثقافة، وسطنا الحرية، إحنا مو نفسر حرية غلط يا قلبي. أتمنى وصلت الفكرة، وأتمنى المقطع نال إعجابكم، وخلونا لايك والاشتراك.